نحن نأمل أن هذه الأزمة سوف تسمح بتعزيز كافة الآليات لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ونحيي المملكة لاستئصالها هذه الآفة، ودورها لا يمكن الاستغناء عنه لاجتثاث الإرهاب. فحل هذه الأزمة يجب أن يتم في البيت الخليجي، وبالتالي هذا يشجعنا على دعم الوساطة الكويتية. فرنسا لا تريد أن تحل محل أحد، نحن نطمح إلى أن يكون الدور الفرنسي ميسرا وداعما لهذه الوساطة.